نستمع إلى كلمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المحافظ حمد الأنصاري محافظ الفيوم، السادة رؤساء اللجان النوعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن وضيوفنا الكرام، باسم حزب مستقبل وطن أرحب بحضراتكم جميعا. إن ما تشهده مصر من نهضة في مجال التعليم بكافة أنواعه ومراحله كانت ثمرة اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي باعتباره هو الطريق البناء والطريق الأوحد والطريق القاسي، ولكن هو الطريق الذي اختاره هذا الشعب لبناء الجمهورية الجديدة التي تعد نموذجا عظيما للدولة القوية المتقدمة في كافة المجالات. وكانت مبادرة حزب مستقبل وطن التي استهدفت أكثر من 16 ألف مدرسة ابتدائية وأكثر من 10 آلاف مدرسة إعدادية وأكثر من 2400 مدرسة ثانوي عام من المدارس الحكومية والخاصة، وحدد الحزب أهدافا للمسابقة وهي تعميق الانتماء للوطن لدى الطلاب، تشجيع التفوق والتنافس الشريف وقبول الآخر دون شروط، زيادة ارتباط التلاميذ بالمدرسة والمعلم، التشجيع على التفكير والعمل الجماعي التعاوني. واتخذ الحزب شعارا لهذه المسابقة من كل بيت في مصر للتعبير عن اهتمام الحزب بكل المصريين. كما نشكر جميع الأخوة والزملاء في حزب مستقبل وطن الذين ساهموا في نجاح هذه المسابقة من خلال منظومة عمل متكاملة وناجحة بكل حب وإخلاص للوطن وللقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد وصلنا اليوم بعد جولات عديدة إلى الدور النهائي من المسابقة التي حققت أهدافها، وكان التعاون المثمر بين وزارة التعليم وحزب مستقبل وطن بصورة برز فيها إنكار الذات والتركيز فقط على الوصول للهدف. لقد دخلت المسابقة بيوت وعقول المصريين بل وقلوبهم، وحازت على اهتمام لم يكن يتوقعه البعض أن يكون بهذا الحجم وهذا الحماس، وظهر ذلك في ردود أفعال الطلاب ومعلميهم وأسرهم عند إعلان نتائج كل جولة، وفي استقبالات القرى والمدن لأبنائهم الفائزين. عاشت مصر وحفظ الله قائدنا البطل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليضع مصر في مصاف الدول المتقدمة ويرفع رايتها عالية بين الأمم ويبني جمهوريتنا الجديدة التي نفخر بها وستفخر بها الأجيال القادمة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن. والحقيقه ما اقدرش ابدا امر مرور الكرام على رسائل واضاءات مهمه حضرتك ذكرتها. النقله النوعيه بالفعل في ملف التعليم هي اكبر واسرع من اي وقت مضى، وده يستلزم شراكه زي اللي احنا شايفينها النهارده ما بين حزب مستقبل وطن ووزاره التربيه والتعليم لصالح وفائده المصريين، بالفعل نموذج يحتذى به. شكرا لحضرتك.